إذن إيه هي القرارات الصعبة المرتقبة اللي المفترض إن الشعب يستناها، اللي إحنا المفروض يعني ننتظرها، ومدى صعوبتها إيه؟ وهل هي هتنعكس على الطبقات الأقل دخلاً والبسطاء من هذا البلد، ولا هتبقى في قطاعات محددة؟ وهل عندنا حلول تانية؟ يعني بلاش قرارات صعبة، هل في بدائل تانية طب نقدر نتصرف فيها ولا لأ؟ أنا معايا الحقيقة يعني اتنين من الشخصيات المرموقة في اقتصاديا. برحب بالدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. وبرحب أيضا بالدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، والأستاذ حاليا بكلية الاقتصاد، أهلا بحضرتك فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. دكتورة، الرئيس قال كلام مهم له علاقة بقرارات صعبة. إحنا الناس دلوقتي مترقبة إن الأسعار بتغلى، وفي كلام حوالين الدعم، وفي كلام حوالين القرارات أصعب من كده. في خيالك القرارات الصعبة دي ممكن يكون شكلها إيه أكتر من كده؟ وهل عندنا بدائل ولا لأ؟ لا، خليني أبتدي الأول بالأساسيات. نعم. محدش قال أبداً إنه هي جنب الدعم، إنما كمان غير مقبول إنك تدعم ناس لا يستحقوا. تمام. غير مقبول. غير مقبول إنك تدعم الناس المقتدرة، وغير مقبول إن إحنا نسرق الدعم زي ما أنت شايف القضايا اللي بتتفتح اليومين دول. طبعا. وغير مقبول إن الدعم يروح لغير مستحق. فده موضوع كبير قوي. هيضايق ناس طبعا، بس مش هيضايق البسطاء. هيضايق ناس اعتبرت إن الموضوع ده حق مكتسب. وهقول لحضرتك هم مين بالذات عشان إيه نبقى واضحين. أنت لو بصيت كده على الموازنة هتلاقي تلت الموازنة أجور. الناس دي بتاخد أجور بسيطة، بس هي موظفين في الدولة، والدولة ما عندهاش أكتر من كده. والأجور زادت أكتر من 3 مرات من يوم ما 2011 جت لغاية النهاردة، لما بقت بتمثل تلت الموازنة. تمام. الناس دي كانت بتاخد الدعم. ما ينفعش تبقى تلت الموازنة أجورهم والتلت بتاع الدعم ياخدوه كمان. والتلت التالت أجوره بندفع بيه أقساط وفوائد. ففي فئة اللي هي الفئة المتوسطة. يعني هل تقصدي انه الناس الموظفين بتوع الدولة كمان مش من مستحق الدعم؟ اه، انا شايفة كده. موظفين الدولة؟ انا شايفة البسطاء الفقراء هم اللي يستحقوا الدعم. انت النهارده تيجي تقول لي والله انا اجري ما بيكفينيش. حقك. وفعلا الاجور ما بتكفيش. ماشي، يا تشتغل حاجة تانية. لكن مش ممكن دعم يبقى موجه لناس غلابة. تقول انا موظف وانا مبسوط اني موظف وهاخد كمان الدعم بتاع الغلابه. ما ينفعش. لكن في فتوى ان في بعض موظفين الدوله بيستحقوا الزكاه. اه، اذا كانوا يعني هم يقبلوا على نفسهم. لا، الصدقه مش الزكاه. يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، احنا لازم نواجه نفسنا. انت عايز ايه؟ بس هل دول بس اللي بياخدوا الدعم مش من حقهم، ولا في فئات ثانيه بس زي دعم البنزين؟ ما انا جاي لك حضرتك. انا هتكلم الاول على البلك، لانه انت عارفه موظفين الدوله عندهم مشاكل كتيره. كل موظفين، احنا اشتغلنا في كل حته في الدنيا، والدكتور اشتغل في كل حته في الدنيا. عمر موظفين الحكومه ما بيبقوا ميسورين. عمره. ولذلك اللي بيبقى عايز يعيش كويس ويكسب ما بيشتغلش في الحكومه. بيطلع بره. انت بتيجي بقى تكلم المصريين ما اعتادوش على كده. ما تيجي تقول له اطلع بره يقول لك اطلع اعمل ايه، لان هو لم يعتاد إنه هو يدور على شغلانه ثانيه. في حقيقه الامر الحكومه مش للتكسب. الحكومه دي عمل عام. بس من كتر ما احنا مش عارفين نعيش، عفوا يعني اللي بيشتغلوا في الحكومه، فبقوا يتكسبوا بطرق اخرى. انتشرت بقى حاجات كتيره. اولا انهم بياخدوا دعم لا يستحقوه، ثانيا الفساد، ومش عايزه اتكلم في الموضوع ده، ثالثا الاهمال والبيروقراطيه، رابعا ان حضرتك تروح تمدي وتنزل، خامسا انك تبقى بتشتغل 3-4 شغلانات. يعني ما ينفعش دوله تمشي كده. فلما الرئيس قال، او انا قريتها كده، قرارات صعبه، يعني في ناس اعتادت انها تتكسب من موارد معينه، اعتقد انا شخصيا ان الموارد دي مش هتبقى موجوده. فهيتعاد هيكله منظومه الدعم، هيتعاد هيكله طريقه احنا عايشين ازاي. انت موظف حكومه اجرك مش مكفيك، صحيح، وقد تكون حاجه من اتنين. بس يعني انت عايش، هم اللي كان بيقصدهم الرئيس في رايك؟ لا، انا بكسب فئه. الاثرياء، اصل اقول لك حاجه، الاثرياء او يعني الناس الميسوره مش هتفرق معاها كتير. ممكن تضايقوا شويه، تعكلينوا شويه، لكن
مش هتفرق كتير، بل بالعكس ناس كتيره بينادي يقول لك حاسبونا، زي انا شفت انا فاتوره الكهرباء النهارده ما شاء الله خلاص. طيب مين اللي لا كتير، مين اللي يقدر؟ انا عارفه وانا استحق، ليه؟ لان انا عندي استهلاك كتير، يعني ما اقدرش انكر ان عندي استهلاك، وكنت دايما اقول ممكن ناس كتيره تدفع اكتر من كده. بس كمان لما تيجي تقول انا هاخد قرارات صعبه، القرارات الصعبه دي الكل يتحملها الا الفقراء والا البسطاء، دول ما اقدرش اجي جنبهم. بتوجي هنا بقى تتزنق في حقيقي حقيقي دي زنقه جامده، هي العاملين في الحكومه دول اللي هيتعبوا الحقيقه، وهيضطروا غصب عنهم انهم يعيدوا جدوله اسلوب حياتهم. لان لما تيجي تقول النهارده حضرتك انا ما اقدرش ارفع الاجور اكتر من كده، هروح فين؟ الموازنه قدامك. ما اقدرش ارفع الدعم اكتر من كده، بل بالعكس انا عاوز ادعم فقراء اكتر، يبقى لازم اخد الدعم ده واوديه فين؟ للفقراء. طيب مين اللي هيتعب قوي؟ الطبقه المتوسطه اللي هي اغلبها موظفين الحكومه، هذا انا اعتقد يعني. ده الكلام بس في السكه دي ولا في قرارات ثانيه اصعب؟ لا انا بتكلم على الدعم عشان حضرتك ما قلت الدعم. طيب غلاء الاسعار، هل متوقع انه يخش في مرحله من غلاء الاسعار؟ ده بقى كله، ده بقى ده اكتر ناس هتتعب فيه الطبقه المتوسطه. لان هرجع تاني اقول لك الميسورين هتعدي الامور، الفقراء ما حدش بيقرب جنبه. طيب دكتور فخري، ناس بتقول انه الصندوق شارط كده وزائقنا في المنطقه دي، هل الصندوق بيشترط نوع ده من الاشتراطات، ولا دي خطه اساسا للدوله عاملاها وبتاخد عليها موافقه الصندوق؟ هو طبعا دي البرنامج، الموضوع برنامج مصري 100%، مش صندوق بيفرض، برنامج وطني شامل. المفروض ان هو شامل، معنى ان هو بيشمل ثلاث مكونات قويه جدا: علاج الاختلالات في الموازنه، ميزان المدفوعات، سعر الصرف، ده اول مكون. تمام. ثاني مكون هو اصلاح الهياكل الاقتصاديه المشوهه بقى لها سنين وسنين، وتم اصلاحها وترقيعها اكثر مره، فالمفروض زي ايه الهياكل الاقتصاديه برضه؟ ناخد مثلا منظومه الاجور، منظومه الضرائب، منظومه قطاع الاعمال العام، منظومه الدعم، منظومه سوق المنتجات كلها احتكارات قله، منظومه سوق العمل، في عندي القطاع غير الرسمي ودمجه مع القطاع الرسمي، الى اخر منظومات كلها يعني تحتاج الى اصلاح. الاصلاح الضريبي، الاصلاح التشريعي اللي هو التشريعات الاقتصاديه وغير الاقتصاديه، عشان تبقى مواكبه مناخ الاستثمار وسهوله مزاوله نشاط الاعمال، ده كلها اصلاحات هيكليه في هيكل الاقتصاد. تمام. يبقى الاقتصاد بتاعك اكثر جذبا للاستثمارات من الداخل، المصريين والعرب والاجانب، انت محتاج استثمار. هل احنا يعني، وبالتالي البرنامج ده برنامج مصري، مصر، فاحنا عاوزين قلنا طيب هل موضوع الجنيه، خلينا الجنيه يعني للدولار نمثلها ببساطه للمواطن او للمشاهد. يعني هنا عندي جسم الاقتصاد المصري يعاني من وعكه شديده، يعني يحتاج الى علاج. الحكومه في السنتين اللي فاتت عملت اصلاحات اقتصاديه بالفعل، فالطبيب الاسره اللي هو الحكومه بتاعتنا، المريض اللي هو الاقتصاد يعني، اديته شويه جرعات واخره، لكن حصل تراجع في النقد الاجنبي بنسبه 25% لاسباب خارجه عن ارادتنا، 60% يعني، و40% نتيجه عدم تناغم السياسات الماليه والاقتصاديه، مسؤولين احنا برضو عنها، لكن في اسباب خارجيه، طبطوا النمو في الاقتصاد العالمي خاصه مع الشريك التجاري الاول بتاع الاتحاد الاوروبي واليابان والصين وخلافه. عندي التبادل التجاري، في تباطؤ في التجاره اثر على قناه دخل قناه السويس، في عندي هبوط الحاد في اسعار البرميل البترول، خلى الدول الخليجيه اللي هو بنسميها ايه، المنح السخيه تتراجع. ما هم يعني في سنتين ولا ثلاث سنين فاتوا الحقيقه ضخ جامد، وايه لا وايه سخي يعني، حاجات اللي هو منح. لكن الموازنه الحاليه المنح فيها ما تقريبا فيش، اذا متاثرين من انخفاض الحاد في سعر برميل البترول، حتى اولادنا هناك بقوا اكثر حرصا في تحويلاتهم، لانه عايش برضه بدول الخليج بتمر بحاله من الاصلاحات هي كمان نتيجه هبوط سعر برميل. فده انا مش مسؤول عنه، لكن انا عندي كمان القضيه الثانيه، انا مسؤول انا كمان بنسبه 40% على اختلالات نتيجه اختلالات، فادى الى المريض حالته زادت فيها زي. طب الطبيب الاسره اللي هو الحكومه بتاعتنا قالت طب انا هعمل ايه، بروتوكول لعلاج المريض ده، بروتوكول طبي يعني، او يعني برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي،
في البعد الاجتماعي عشان نحمي محدود الدخل. فهنا قلنا نجيب طبيبة الاستشاري الدولي اللي هو الصندوق. الصندوق انا ليه حق عليه؟ ليه حق عليه؟ خبرته بيت خبره دول بقاله 70 سنه منذ ان انشأ، وانا ساهمت في انشائه سنه 45. بقالنا 70 سنه مع بعض، وليه حصتي لسه مزودها لثلاثة تقريبا 2.9 يعني 3 مليار دولار يحق ليا وفقا لقواعد السوق. السوق صندوق النقد الدولي استلف اربع مرات وربع حصتي، يعني الحد الاقصى 12 مليار دولار. فقلت له انا عايز منك حاجتين يا صندوق، انا مساهم معك، انا مش يعني انا عضو في صندوق النقد الدولي ومساهم، البنك الدولي، بنك الافريقي للتنميه، بنك الاوروبي لعهد العمار والتنميه، مساهمات ماليه فيه، هل انا اواجهها مثلا ومنظره ولا استفيد بيه وعضويتي فيه؟ لازم نستفيد. فانا قلت له انا عاوز المره دي عندنا يعني نوع من الايه الوعي، عاوزين نستفيد بقى. فقلنا للصندوق تعالى عاوز منك حاجتين، ترجع لي البرنامج ده مساعده فنيه من الناحيه الفنيه، شوف لي البرنامج ده ينفع ولا ما ينفعش، البروتوكول الطبي اللي هعالج بيه جسم الاقتصاد يمشي ولا ما يمشيش. فقعد يعني ايه صياغته وتوضبه بحيث يبقى في الشكل اللي يضمن عندما يطبق هذا البرنامج يعافي جسم الاقتصاد المصري ويخليه. انت واثق في الحل ده؟ لانه دايما الروشته لان بس لا مش الصندوق اللي حاطط الروشته، انا اللي عامل البروتوكول، انا اللي عامل البرنامج الوطني بتاعه، وهو بخبرته انت عارف خبرته 70 سنه وعنده بيروح يزور 189 دوله، فعنده حلول كتير شافها قبل كده، عنده خبره عريضه في طيب. سؤالي هنا، هل انت الا تشعرين بالق... دي ايه دي صوره عايزين الشعب المصري يشوف الصورة دي، دوس بس على الشاشة. طيب أنا طب إحنا هنطلع هناخد فاصل لأن الدكتورة عايزة تورينا صورة وزعت في البرلمان أو على أحد جروبات البرلمان للرئيس جمال عبد الناصر، هنطلع فاصل وبعدين نكون حطينا الصورة دي على الشاشة. اهلا بيكم مره تانية. قبل الفاصل دكتوره بسنت، وحضرتك عضو مجلس نواب وقريبه من الناس وبتشوف مناقشات القوانين، دلوقتي لما بنتكلم عن هذه القرارات الصعبه في خضه، يعني ايه صعبه لحد فين، هنعمل ايه، اسعارها هتغلى قد ايه، ايه التاثيرات السياسيه المحسوبه، وانت عضو في المجلس. اهم حاجه احنا كشعب احنا مدركين احنا وضعنا شكله ايه ولا مش مدركين، احنا مقتنعين اننا في حالة حرب ولا مش مقتنعين. دي حاجات كلنا نحطها قدامنا كمصريين الاول قبل ما نقول هناخد قرارات شكلها ايه، ما قرارات صعبة ليه، لان الظروف صعبة. لو الظروف طبيعية انا عمري ما هقول لك قرارات صعبة. احنا في حالة حرب ولا لا، انا شخصيا بقالي 5 سنين بقول احنا في حالة حرب. حرب على الارهاب، حرب حواليك في كل حتة ما شاء الله المنطقة ولعة ولا حرب على الروتين، حرب على الفساد، انت مش عارف تعمل ايه. لكن 24 ساعه في النهار انت عندك حرب، صح؟ طيب عندك كمان حاجه مهمه قوي، وضعك الاقتصادي في ال5 سنين اللي فاتوا نظرا لظروف دوليه وظروف اقليميه وظروف محليه عفوا يعني مش ايجابي، تعبان. الاحتياطي بتاعك اللي كان بينمو وبيكبر بمليون حاجة ما بقاش بينمو ويكبر. في دولة أنا محتاجة الاحتياطي في إيه؟ عاوز أشغل مصانعي ولا نقفلها؟ عاوز أجيب الأكل الأساسي ولا بلاش ناكل؟ شوف بحاوليك إزاي؟ عاوز أجيب أدوية أساسية ولا بلاش نعالج الناس؟ عاوز أدفع الأقساط والفوائد اللي عليا ولا نشهر إفلاس البلد؟ شوف إزاي بقى؟ الوضع صعب. نقدر نحله؟ طبعا. اول حاجه في الحل ان احنا نقتنع انه صعب، وان احنا هناخد اجراءات صعبه شديده وهنتقشف. وانا عايزه ارجع لظروف اصعب من دي 67. صحيح جايز حضرتك ما كنتش اتولدت، لكن احنا كنا موجودين وكنا صغيرين وفاكرين كويس قوي البلد كانت حالتها ايه في 67. وانا جبت لحضرتك صوره للرئيس جمال عبد الناصر، يا ريت ايه توروها للناس. اعرضوا الصوره اللي جابها الدكتوره بسالي قد ايه هذا الشخص كان بسيط وواقف في بلده يعني بيدافع عن. الصوره دي عايزه تقول لنا منها ايه؟ شخص بسيط، بص بياكل ايه حضرتك،
سلطة بسيطة، واضح ان في جبنة او عيش بسيط، وقاعد انسان بسيط قاعد قاعدة بسيطة زي كل المصريين. أيوة تقصدي ايه زينا كلنا؟ تقصدي ايه احنا عاوزين نتقشف كده، نتقشف نبقى زي الصورة دي، نبقى زي الصورة دي، ان ناكل على قدنا وننتج، وبلاش بقى الطلبات. ادي جمال عبد الناصر زعيم الامه العربيه وزعيمنا واللي رافع راسنا في كل حته، صح ولا غلط؟ اهو بص كويس بقى، يعني عايز المصريين يقتدوا بالصوره دي. لازم يقتدوا بجمال عبد الناصر، ما نقتدي بمين؟ في اعظم منه حضرتك؟ صح ولا غلط؟ هاي ده زعيم. يعني انه انت بتبشري بالتقشف. طب لازم. ونتيجة ان احنا تقشفنا وسمعنا كلامه انتصرنا في 73. لو كنا قعدنا بقى نصرق من 67 ل 73 عاوزين، وما كناش لا دخلنا حرب ولا كسبنا ولا حررنا الارض. عاوزين ايه وعاوزين ايه دلوقتي؟ لا الناس عايزه كل حاجه حضرتك. يعني انا لسه النهارده جايه بنزل بشتري متطلباتي زي اي ست. بص حضرتك الاسواق عامله ازاي؟ المستورد زي ما هو. يعني انا فاكره وانا صغيره حقيقه، وكنت بحكي لحضرتك في البريك، ان مصر كان فيها نوعين جبنه والسلطه بتاعتنا والعيش، ويا دوب وعايشين ومبسوطين. يا دكتور فخري، يعني هذه البوس الدكتوره النهارده الحقيقه ايه؟ يعني انا جاهز اتقبل قرارات صعبه، بس بصراحه اتخضيت. ليه معدل؟ يعني هل احنا هل عندنا بدايل كمجتمع كشعب؟ انا فاهم ان احنا كلنا لازم ندفع ثمن، متفاهم ده تماما، شايف ان مصر ما فيهاش مجال للمزايده. عاوز اقول حاجه كمان معلش، كلمتين. اتفضلي. التليفونات ما كانتش موجوده، كنا عشان نجيب نتكلم في التليفون، صح يا دكتور، نمسك التليفون نقعد تلت ساعه لما تيجي الحراره نضرب النبره، انت لقيت مشغوله فيها تلت ساعه كمان، لا كان في تليفونات ولا كانت الكهرباء شغاله مظبوط. مظبوط يا دكتور؟ لكن كنا في وضع صعب وقلنا هنعدي. وعدينا. دلوقتي انت عايزه المصريين يستلهموا هذه الحاله اللي بتاعت 67، يستلهموا جمال عبد الناصر زعيم الامه اللي كان اللي هو اللي رفع راسنا وطلعنا لقدام، بس كنا متقشفين ووضعنا الاقتصادي كنا اوحش 100 مره كده. من كده 100 مره مش مره. يعني لا مقارنه. ولا انا غلطانه يا دكتور؟ لا ليا تعليق على الحكايه. كتر خيرك. في فرق من انا اتقشف مجبر بعد في فتره حرب الاستنزاف بعد هزيمه 67، يعني كلنا نذكرها. وانا كنت طبعا في الفتره دي كنا في الثانويه العامه، فطبعا كنا طوابير عشان نلاقي حاجه، يعني طوابير عيش وطوابير شاي كل حاجه، كل شيء، طوابير فرخه، كل شيء ما هي عارفه، يعني فراخ، في طابور الفرخه صابون مش عارف ايه، عيش، مش كانش في صابون. فمشكله انت مجبر على التقشف، لكن انا اللي بدعو ليه في ظل عصر العولمه الكل شايف، يعني انت بتنفتح العالم، كل شرائح المجتمع بتبص بتشوف الناس عايشه ازاي في الدول الثانيه، فيقول لك طب انا ليه لا ليه اتقشف؟ عايشين بانتاجهم. معلش ما انا خلينا بس ايه اللي هو اثر المحاكاه. اوكي. يقول لك وانا طب ليه النظام عندي والحكومه اللي عندنا، ليه الانظمه اللي متعاقبه دي ما حسنتش مستوى معيشتي؟ هنا وكمان بقول له انت مسؤول عن ان انت لازم ثقافة الترشيد، مش مجبر. انا عايزك تبقى انت طوعية بترشد لنفسك، شوف الشخص اللي بره ده بيشتغل ازاي وبينتج من انتاجه ده بينعم بمستوى معيشة افضل، وكمان لما بيجي بيستهلك الحاجة اللي هو محتاجها. يعني بيستهلك مثلا يروح يشتري برتقانة واحدة او تفاحية، يعني ما بيجيبش بقى بالكيلو. فاحنا ما عاوزين نرجع لايه، يبقى عندي اللي هو الميزان شغال بالجرام. احنا داخلين في المرحله دي انه يعني الناس يتعود، يعني سواء انا اجبارا او اقول لا أو مش لا مش اجبارا زي ما بتقول دكتوره بسان. بص بقى أو انه انا لما احنا عشنا في امريكا 10 سنين كويس، وبالتالي في هذه الحاله اتعلمنا كل حاجه غاليه هناك طبعا، بس المرتب حلو. بس بالرغم من مرتبي كويس، لكن هناك المجتمع يقول لك ايه، سيف انرجي، يعني وفر في الطاقه. بقى تلاقي كله بيتكلم اللغه دي، حتى لو تقدر تدفع. انا معايا، انا اقدر ادفع.
بس انا وانا طالع من الاوضه لازم اقفل الايه النور كده تلقائيا، زي مثلا هناك وانت بتركب العربيه تروح حاطط الحزام رابط حزام العربيه من غير ما حد يقول لك، بقيت انت متعود ده في اسلوب حياه. وبالتالي في هذه الحاله تشتري العربيه لاستهلاكها في الوقود اقل، فبالتالي انت عايش بقى بحيث ان انت تدخر مرتبك حلو، طب ليه لا ما استهلكش اقل؟ وبالتالي هناك متعود حتى لما بيجي ياكل بياكل الحاجه اللي تفيد، ما بنملاش المعده يعني تبقى لا يعني احنا دلوقتي انتوا الاثنين دلوقتي حسيتوا ان خلاص داخلين على مرحله التقشف. لا يا فندم لا 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 لازم, 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 لازم انا بقول ده رايك برضه، ثقافه الترشيد لازم ننميها عند المواطن. طيب في نفس الواحد ثقافه الانتاج يبقى ينتج. واحد يقول لي طب انا بدور على شغل مش لاقي مش لاقي، انا بقول له في هذه الحاله ان انت على الاقل ان انت في هذه الحاله ثقافة ان انت اذا فاتك الميري مستني وظيفة الحكومة وهو يعلم انها ما تكفيهوش. لا ما هو بيقول لك ان فات ان فاتك الميري اتمرغ في تراب، اذا كان التراب ما عادش موجود بتاع الحكومة هيتمرغ في ايه يا فندم؟ مفيش حاجة. ولذلك النهارده المبادرة بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي 200 مليار جنيه على 4 سنين، مبادرة يعني للمشروعات الصغيرة والمتوسطه والمتنافسه. فهنا الشاب بتاع او المواطن المصري عنده فرصه، هياخد بكام؟ ب 5% متناقصه يعني 3% مقطوعه، في سعر فايده ب 3%. بس المهم ال 200 مليار دول اللي هم من البنوك بتاعتنا من ودائعنا يشتغلوا، البنوك تلعب دور التنموي بتاعها. انا عاوز بقى القطاع، ما فيش قدامنا اللي هيخلق فرص عمل للبلد دي، الحكومه مليانه خلاص. عندنا الحكومه فيها 6.5 مليون مواطن. يعني المكتب اللي يقوم المكتب بثلاث افراد موظفين في 10-15، الثاني الباقي ملوش اي وظيفه، ولذلك انتاجيته ما فيش، هينتج ايه اذا كان اساسا ملوش عوزه يعني. ولذلك النهارده ما فيش قدامنا، الحكومه هتوظف ايه تاني؟ ما خلاص النظام بعد قانون الخدمه المدنيه اللي يطلع معاش مش هنحل محله حد الا اذا كان الحكومه عايزه، حسب الحاجه بتاع الحكومه. اذا طلع 100 او 1000 مثلا، السنه دي طلع 1000 من قطاع معين، مش هتعين حد مكانهم. كنا بنفك الوكيل الوزاره يطلع معاش بقى مثلا ب 20 واحد من الشباب، مش كده مرتباتهم صغيره؟ صحيح. فلا يقول لك دلوقتي الحكومه ما عادش فيها مكان. نعين حسب احتياجات الحكومه ازاي؟ سؤالي هو زائد ان انت هل ده يا جماعه معلش معلش الدكتوره، هل ده هيجيب نتيجه فعلا؟ يعني هل احنا هنروح هنجيب نتيجه ولا هندخل في مرحله تقشف واستدانه وغلاء اسعار؟ انت عاوز تتكلم على البرنامج، انت عاوز تتكلم على البرنامج بقى. وبعدين مش هيجيب نتيجه. خلينا نتكلم على البرنامج بقى. كام سنه؟ انا اقول حاجه، ممكن اقول حاجه؟ معلش يا دكتور، في حاجه كمان لازم نخلي بالنا منها قوي. احنا قعدنا 60 سنه بندعم الاستهلاك، ما بندعمش الانتاج. كل ما الاسعار تطلع نصرف، تجري الحكومه تدعم عشان الناس تهدى. افتكر حضرتك هذكرك من 77 ايام المرحوم السادات. اول موجه كانت وكتفها قرش سخف ما اعرفش ايه، والناس هاجت، ناس كتير هتروح تقول لا عشان الناس ما تتعبش نزل الاسعار تاني، نزل الاسعار واستقال الدكتور قيسون الله يرحمه. لو فضلت مستمر ان كل ما الاسعار تطلع تدعمها وما بتفكرش انت بتنتج ايه، دي هنخش في دي مش داهيه، ده انت رايح للتهلكه. ليه بقى؟ احنا وصلنا لمستوى، وعايز هقوله ببساطه عشان الناس تفهمه. انت عندك ناتج قومي يعني انتاجك من السلع والخدمات، هفترض ان هو 100 جنيه وعليك التزامات ب 100 جنيه. طب ما خلصت. خلصت ال 100 جنيه. هاكل واشرب وعلم وعالج واعمل طرق واسكن وادفع كهرباء منين؟ انت خلصت على فكره، ده 98% طبعا خدمة الدين بتاعك 98% من الناتج القومي الاجمالي، يعني قده. ده رصيد وده تدفق. بعدين عندك تلتو، استنى بس، تلتو فهمني، استنى ما انا حاشي حاجه، لا رصيد دينك ما تمشيش كده، قد الناتج القومي. تلت ايراداتك كلها دعم، تلت اجور، فضل ايه في الموازنه؟ مفيش. خلينا يعني انت مختلف ايه مع دي يا دكتور؟ مختلف لانه طبعا الدين العام في مصر محلي واجنبي وصل ل 98% يعني 100%. 100%. انا هفترض، هدي كمثال فردي يعني، هفترض ان دخلك في السنه 100,000 جنيه. اللي هو تقريبا نقول ايه 8,000 جنيه في الشهر. صح؟
8 في 12 ب 8 تمام. فخلاص يبقى انا داخل في السنه 100,000 جنيه. انا مديون للاخرين ب 100,000 جنيه. يبقى الدين بتاعي بيساوي ايه؟ 100% تمام من دخلي السنوي. لاحظ ان دخلك سنوي كل سنه بتاخد 100,000. ده تدفق. بينما التاني رصيد عليك 100,000 جنيه رصيد. ده حاجه ودي حاجه. أيوة. طب الفايده على ال 100,000 جنيه اللي انت مديون بيهم كام؟ تلت. افترض 10% فايده. يبقى انت ال 100,000 جنيه فايدتهم كام؟ في السنه 10,000. وانا داخل في السنه 100,000. يبقى انا ملزم ان انا ادفع الفايده 10,000، يبقى لي 90 من والاقساط. نيجي بقى للاقساط. الدين افترض ان هو على 20 سنه، في 40 سنه وفي 5 سنين. متوسط الدين على مصر في حدود 20 سنه، يعني الدين يتقسط على 20 سنه. يبقى اقسم اللي هو ال 100,000 اللي عليك على 20 سنه، يبقى في السنه هتدفع 5,000 من اصل الدين. وفايده كام؟ 10,000. يبقى 15 من دخلك ال 100,000 يتبقى لك 85. هتعيش برضه، بس 100,000 كتير 100%. النسبة المريحة ليك على مستوى الدول انه الدين العام محلي واجنبي ما يزيدش عن 60%. يعني احنا تجاوزنا الخطوط الحمراء. ده انا مش عاوز اقول لك. هل هناك بدائل غير ان انا اروح استاخد من الصندوق تاني وارفع؟ هل في بدائل تانية؟ هل مثلا لو طلع الغاز بتاع شرق البحر الابيض المتوسط ده لو طلع يخفف شوية العبء؟ هل لو اكتشفنا مناطق بترولية تانية حركة التجارة اتغيرت، ده خلينا مستثمرين اجانب، عدلنا التشريعات؟ مستعد تستنى ايه؟ يعني كل شيء ممكن، بس انت مستعد تستحمل قد ايه والفترة قد ايه؟ ما احنا ممكن نيجي نقول اي حاجة تتحل. ممكن تتحل على مثلا 20 سنة، نقدر نستحمل وهنوصل لانه مستوى؟ هو ده السؤال. انت يعني احنا عندنا في البرلمان مثلا في استحقاقات دستوريه مش قادرين نلبيها، زي الصحه وزي التعليم. بجيب منين القرشينات اهم؟ مش وزعهم بالطريقه اللي تعجبك. عشان انا اقدر ارفع. انا دايما اقول ايه، كل حاجه معادله ليها طرفين. انا ممكن اجي اقول والله الحل اني ارفع الناتج القومي بشكل هائل، مفيش مانع، الناس مستعدة تشتغل قد كده 20 مرة في اليوم تنتج وتطلع، ده وارد. هو ده السؤال. أنا مربط الفرس عندي النهاردة أنا ما بنتجش كفاية. يعني أنا لما طب ولما أخد الدين ده من صندوق النقد هعرف أنتج كفاية؟ ده ليا ولا يعني للدكتور؟ انت بص ده للدكتور. طيب. خلينا هعرف أنتج يا دكتور؟ ما أنت ما خلينا طيب ما أنا ماشي أو أدارت مع الصندوق ملفات صعبة زي دي. بص يا أستاذ خالد، أنت الجسم الاقتصاد المصري يعني في ضائقة اقتصادية ومالية. محدش يقدر ينكر كده. خد ايه المظاهر المرض اللي عند جسم الاقتصاد المصري؟ نمرة واحد، معدل النمو بتاعه السنة اللي فاتت كان مخطط ليه مستهدف 4.5%. لقيناه بينمو 3.5%. معناها الاستثمارات والفيتامين اللي بنحن بيه جسم الاقتصاد ما تحققش الاستثمارات المطلوبة. ليه؟ ده علامة استفهام. الحاجة التانية في نمو سكان. لا ده انا بتكلم الناتج من غير نمو السكان. نت 3.5 جانب 3.5%. ده الاخر حاجة اللي هو المراجعة. تمام اقل من المتوقع، اقل من المستهدف اللي كان مستهدف. تمام. الحاجة التانية انه قدرة الاقتصاد على خلق مزيد من فرص العمل ضعيف. ما زالت البطالة عالية 12.6%. انا عاوز اخفضها، معناها ازود قدرة الاقتصاد بتاعي على ان خلق فرص مرات برضه. مزيد من الاستثمار. الحاجة التالتة القرض هنا دوره ايه؟ هقول لك الحاجة التالتة، بشوف المريض كده الاقي درجة في معدل التضخم اللي هو تعالى، فانا عاوز اهدي سعر الصرف شوية. عنده ضغط عالي اللي هو عجز الموازنه طالع، انا عاوز اخفض عجز. كل دي اعراض. طيب اعمل ايه؟ الاسره اللي هو الحكومه بتاعتنا بتعمل اللي بتقدر عليه زي ما قلت قبل كده. فجبنا الاستشاري البرنامج بتاعي، راجعوا من الناحيه الفنيه، راجعوا من الناحيه الفنيه، واعلن بعد المراجعه في هذه الحاله انه موافق على قضيه البرنامج للصحه الاقتصادي والاجتماعي. ده ضروره ملحه، الجسم الاقتصادي لازم ما يقدرش يستحمل اكتر من كده. بروتوكول علاج، هو ده العلاج بتاعه.
خلاص الموازنه لازم نخفضها. عندك اللي هو بقى القرارات الصعبه، عندي ادي لك امثله. عندي ضريبه القيمه المضافه لا اثر تضخمي، على الرغم ان هي ايه اكثر عداله واكثر وفره في الحصيله وسهله في الحساب، لكن لا تاثير على التضخم، بترفع الاسعار. فانا هعمل مجموعات سلعيه وخدميه للخدمات والسلع اللي بيستهلكها الناس. ممكن تعدهم لي ورا بعض؟ الناس طيب فاتوره زياده الكهرباء دي ثالث سنه لسه فاضل سنتين ونبقى الموضوع منتهي، لانه ده قالوا خلال خمس سنين الدعم الكهرباء يكون ايه يتشال. تخف يعني خف على الناس ما عدا الشرايح طبعا. عندي منظومه الكروت الذكيه بتاعه السولار والبنزين هتطبق خلال البرنامج. اللي معاه الكارت الذكي هياخدوا البنزين مدعم، اللي ما معهوش الكارت الذكي هياخدوا بسعر السوق. هنا تبقى القرار صعب على مين؟ انا حميت الناس الغلابه. سواء الميكروباص ولا اللي عنده عربيه صغيره، انا عندي عربيه كبيره. فيعني لسه على الناس بنحمي الناس الغلابه بس في طبقه يعني زي ما بتقول دكتورة بس انا هيقاوموا انا عندي عربيه كبيره هياخد زي اللي معاه عربيه صغيره والزياده، لان باخد مثلا سلك اكتر منه فهاخد الباقي بسعر السوق، هتلاقيني برضه بقاوم شويه. فده اللي هو صعب على مين؟ ده المهم يعني. خفض قيمه الجنيه المصري ده هيحصل؟ ده هيحصل بس معلق على شرطين. نمره واحد، البنك المركزي يكون عنده احتياطي كافي يزيد من ال 15.5، الوضع الحالي 15.5 ده الاحتياطي بتاعي، يوصل الى خلال نهايه السنه دي المفروض يوصل الى قريب من 25 مليار عشان يقدر يشبع احتياجات السوق ويلبي احتياجات المستوردين عشان ما يروحوش السوق السوداء، ويقلل في اول مرحله ممكن يزودوه من 9 جنيه الا شويه الى 9.5 جنيه. في الحاله دي يشوف بقى السوق ويلبي بقى احتياجات الناس عشان ما يروحوش السوق السوداء، فهيبقى السوق السوداء تقرب. كل دي اجراءات هتحصل ده إجراء. فده طب خفض قيمه الجنيه المصري يعني رفع قيمه الدولار هيعمل موجه تضخم. لازم البنك المركزي يكون جاهز بسلاح اللي هو سعر الفايده، يرفع سعر الفايده عشان يخلينا على الجنيه المصري الفايدة على الجنيه المصري عشان يخلينا اكثر ادخارا واقل استهلاكا، ما نضغطش على الاستهلاك. بس سعر الفايده له مدار، ثلاث مدار رفع سعر الفايدة. على الدين العام الحكومة هتستلف لسه بقى هتستلف جديد لا بالجديد بسعر الفايدة الجديد للمعاجز الجديد ده مش القديم، القديم بسعر الفايدة القديم عشان ما نخلطش. لها تأثير على الاستثمار طبعا، سعر الفايدة لما بيزيد بيأثر على الاستثمار. الحاجة الثالثة بيأثر على البورصة وأداء البورصة. أنا إيه اللي قعدني في البورصة؟ أصفي محفظتي وأروح البنك أدخر أحسن لي وآخد سعر فايدة عالي. طيب إذا الثلاثة دول لازم طنطاوي هو يمكن عنده وجهة نظر مختلفة. سيادة النائب مساء الخير. نور على حضرتك وعلى مشاهديك المحترمين. أهلا وسهلا. دلوقتي إحنا بنتكلم في التأثيرات والضريبة الكبيرة اللي هندفعها والقرارات الصعبة، ومعايا دكتورة بسنت ودكتور فخري وبيتكلموا في يعني ممكن نخش في موجة تقشف. هل في حلول تانية في تقديرك للبديل عن قرض الصندوق؟ بالتأكيد بالتأكيد. أولا من حيث المبدأ أنا عايز أقول لحضرتك أنه يعني قروض صندوق النقد لا هي كانت فيما مضى منحة ولا هبة لا لينا ولا لغيرنا، وأنه يجب أن احنا نفرح الناس بأنه القرض بتاع الصندوق هيأتي مصحوبا بإملاءات وبشروط لن تحصل مصر على القرض إلا إذا استجابت ليها. يعني علشان تبقى الامور واضحه واحنا ماشيين في هذا. دكتور فخري وهو دكتور فخري وهو خبير كان في الصندوق ومساعد مديره التنفيذي بيقول دي روشته مصر مش روشته الصندوق. بص حضرتك انا عاوز اقول له ان صندوق النادي مش مؤسسه خيريه يعني فندم. روشته مصر يجب ان يضعها العقول المصريه في مؤتمر اقتصادي يدعى اليه صفوه الخبراء والاقتصاديين المصريين، يتفقوا على النهج الاقتصادي وعلى الاجراءات. احنا مش عايزين نجمل الامور، احنا الان نخضع بوضوح لاملاءات وشروط صندوق النقد. دكتوره بسنت البعض يرى انه ده الاصلاح، مفيش مشكله، ودي وجهات نظر متعدده في الاقتصاد. انا رايي ان انا شايف ان ده افساد ممنهج. افساد ممنهج. طب عايز اسمع رد دكتوره بسنت فهمي على ده لا الاقتصاد ما فيهوش عافيه. بلاش صندوق. يعني انا دايما لما في اي مناقشه بلاش التمويل من الصندوق تقصد؟ عفوا بلاش البرنامج ضروره. اوكي طبعا بلاش صندوق. انا هفترض الصندوق مش موجود خالص. تمام. احنا لازم كمصريين نقعد مع بعض كده ونقول مشاكلنا ايه، بس مش هنختلف فيها. وبعدين نيجي نقول طب تعالى يا جماعه نحلها.
انسى الصندوق خالص. انا دايما اقول لهم عشان ما نقعدش نتخانق، طيب بعمل ايه؟ مش الصندوق، انسى الصندوق. احنا عاوزين نشوف ازاي نقدر نحل مشاكلنا دي بدون الصندوق. طب ايه بقى الحل؟ أنا هي نفس الروشتة. لا انا شايفه الروشتة هي هي. يا دوك يا سياده النائب، ما معيش الصندوق. على فكره النائبه المحترمه بسنت فهمي قالت كلام عظيم دلوقتي، قالت احنا نقعد مع بعض كمصريين نشوف مشاكلنا ايه وحلولنا ايه. مش هنختلف. بديهي ومنطقي سياده النائبه، معلش لان مش قادر اسمع بوضوح. اتفضل. بديهي ومنطقي انه في مصر فيها مدارس فكريه وسياسيه مختلفه. طبعا. وكلها بالتاكيد وطنيه وعايزه مصلحه البلد. يعني طب ادينا حل كده يا فندم، يعني قول لنا سيادة النائب. انا مش متاكد ان انتوا سامعيني بوضوح. لا لا سامعينك كويس جدا سمعيني. وانا بقول لك انت بتقول مدارس فكريه مختلفه ومدارس اقتصاديه مختلفه، هل في حل مثلا تقدر حضرتك تقترحه دلوقتي؟ اقدر اقول لحضرتك مبدئيا انه اختيار النهج الاقتصادي انا في رايي المتواضع لا اختصاص الحكومه ولا مجلس النواب ولا رئيس الجمهورية، إنما دي مسألة يجب أن يتوافق عليها المجتمع المصري، نحط قدامه المعطيات ونقول له إحنا هنمشي يمينا ولا يسارا ولا هنمشي في الوسط. ده يعني هل اختيار النهج الاقتصادي في حد ذاته إحنا يمين أو يسار أو وسط ده يحل المشكلة الاقتصادية، ولا يعني إيه بدائل مثلا لتغطية العجز مثلا في الموازنة العامة؟ هل في بدائل؟ ما هو حضرتك النهج الاقتصادي هو المدخل الاساسي علشان نشوف احنا هنسلك اني طريق. يعني مثلا البعض شايف ان الاصلاح الاقتصادي يجي بخفض عجز الموازنه ورفع الدعم وانه يتحمل ده المواطن البسيط هو اللي يتحمله، ودي الاجراءات اللي احنا ماشيين فيها على كل حال يعني. وتصفيه القطاع العام. طب ايه البديل بقى؟ ايوه انت شايف ايه الناحيه الثانيه؟ ايه الحل الثاني اللي غير ده؟ وحضرتك سامعني؟ انا مش عارف الصوت بيقطع عندي ومش متاكد. لا انا سامع كويس. بقول لك ايه الحل يا سياده النائب؟ بقول لك طب ايه الحل الثاني اللي غير ده؟ عظيم. البديل يعني ايه البديل؟ انا قلت ان انا راضي بالمقترح اللي قدمته النائبه المحترمه. نقعد مع بعض. لما نقعد مع بعض يا سياده النائب، اللي حصل ايه بقى؟ لما نقعد مع بعض نقول ايه وايه البديل يعني؟ اديني فرصه. اللي حصل ان الحكومه قعدت في الضلمه مع صندوق النقد وقعدت على مدار شهور تقول ان احنا ما بنتفاوضش وان احنا مش محتاجين القرض، وفجاه كده قالت ان احنا بنتفاوض. يعني قول البديل. ايوه ايه البديل يا فندم؟ سيادتك قول البديل. الحكومه بتغلط، البديل ايه؟ ايه البديل؟ انا حاسس انه يعني 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 في تحفز ولا في فرصه ان انت لا لا يا فندم ده من انا ولا من الضيوف؟ لا 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 مش عارف، لانه الحقيقه انا صوت متداخل عندي ومش متداخل. لا انا خالد بكلمك يا سياده النائب، بقول لك ايه البديل؟ ايه البديل؟ ما هو البديل؟ انا خليك بس تديني فرصه دقايق. اتفضل. انا عشان اقول لحضرتك البديل من وجهه نظري لازم اقول لك ان انا رافض المسار اللي انا ماشي فيه ده. تمام. مبدئيا. تمام. ورافض فكره ان الحكومه يكون لها اليد العليا على مجلس النواب، في حين ان النص الدستوري بيقول ان مجلس النواب يضع السياسه والحكومه اللي هي بتمثل السلطه التنفيذيه تتفضل تنفذها. فندم بتكلم. عايز اسال سؤال بديل. كلام اقتصاد بقى. ايوه يا فندم انا بتكلم اقتصاديا، بقول لك البديل ما هو البديل؟ خلينا نتكلم اقتصاد. انت بتكلم راجل واكيد انت حضرتك عارف ان خلفيته اشتراكي. عايز تعرف مين يعني انت عايز البديل ان احنا عايز ده على جنب اللي احنا يعني كان سياده النائبه دلوقتي ونرجع. دكتوره بسنت عرضت لنا صوره الرئيس جمال عبد الناصر وهو في شكل تقشف كده وبتقول ده رمز المصريين، فهل انت بتدعو برضو للتقشف يعني كنهج؟ والله اذا كان التقشف يبدا برئيس الجمهوريه وبالحكومه وباعضاء مجلس النواب وبكبار الموظفين في الدوله فانا ادعو اليه بشده، لكن الحقيقه اللي انا شايفه هو ايه؟ هو ان التقشف بيجي على حساب المواطن البسيط والموظف الصغير. لما جينا نعمل قانون الخدمه المدنيه استثنينا الموظفين اصحاب الدخول المرتفعه وطبقناه على الموظفين الصغار. لما جينا نفرض ضرائب ونسميها يعني الاصلاح الضريبي فرضنا ضرائب غير مباشره عمياء زي ضريبه القيمه المضافه اللي هيدفعها المواطن البسيط اللي مش لاقي ياكل، وتجنبنا الضرائب التصاعديه المنصوص عليها الدستور، وتجنبنا الضريبه على اللي دخله اكتر من مليون جنيه اللي كانت موجوده واتلغت، وتجنبنا. طب دكتور فخري الماليه في البورصه دي بدائل. لو حضرتك عايز بديل في الضرائب على سبيل المثال سيبنا ثلاث بدائل ممكن نحمل بيها العبء الضريبي للي يقدر يدفع
واتجهنا للبديل الرابع اللي هيدفع اللي مش قادر اصلا. يا فندم دي مش بدائل يعني. طب استاذنك يا سياده النائب، فين الضريبه على الارباح الراسماليه في البورصه، وفين الضريبه على الثروه، وفين الضرائب التصاعديه؟ تمام، حلو قوي دكتور فخري. ده كلام يعني اسمح لي سيادتك، ضريبه القيمه المضافه هي ليست ضريبه جديده، ولكنها تحل محل ضريبه المبيعات وليست سن ضريبه جديده. هي انا رايي ان ده كلام بس عايز حضرتك يا دكتور فخري. بعد اذنك طب استنى سيادتك، بس انا معاك على التليفون، مش عايز الوقت يروح في ان احنا نتكلم كلام من قبيل البديهيات. يا فندي هي الضريبه لو مش جديده بنفرضها ليه؟ ما تخلينا نفرح الناس. عشان هقول لسيادتك، طب اسمح لي، وضريبه القيمه المضافه هتبقى 14%، وانا بستهدف ال 23 الى 30 مليار اللي هم الحصيله ما بين الضريبتين. طيب نسمع بعد، ممكن تسمح لي حضرتك؟ بستهدف ده من جيب مين؟ صحيح، من جيب المستهلك البسيط. طب تمام. طب تسمعني، طيب اصلاح اقتصادي الدفع اللي يقدر سيادتك تسمعني مباشره ولا غير مباشره؟ تسمعني طيب، ممكن طيب انا سمعنا لسيادتك. طيب ضريبه القيمه المضافه هي سهلة في الحساب، لأنها تبقى سعر واحد 14% ولا 10% حسب ما البرلمان يقرها فيها. هي في غالب ما تقولش بس يعني حضرتك انت بتقول حسب. طب اصبر عليك يا سيادة النائب، اتعود يا سيادة خليك معانا، خليك معانا ثانية. في البرلمان بتسمع للآخرين، ثانية واحدة هتسمع وبعدين برضه هترد. تعرف ضريبة المبيعات فيها كم سعر يا فندم؟ ناحية ضريبة المبيعات في هذه الحالة بتبدأ من 0 لحد 40% مرورا بال 10 وال 15 وال 25. ده مين اللي قال ان ضريبة المبيعات لا فيها أكثر من سعر؟ لكن دي هتبقى سعر موحد 14 حسب البرلمان ما يناقشها ويحدد. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه ضريبه البورصه المكاسب الراسماليه، هي اتاجلت سنتين، هتبدا في السنه الثانيه في البرنامج هتطبق، هترجع تاني ضريبه المكاسب الراسماليه بتاعها. أيوة. ده مضمن في البرنامج يا فندم. عاوز نتكلم في ايه تاني يا فندم لو عايز؟ بالنسبه للتصاعد، بالنسبه لتصاعد الضريبه، خليني اكمل. طب خليني يا فندم، اللي الدول يا فندم هذه هتطبق يا فندم فيها الضرايب الى يا فندم في السنه الثانيه في البرنامج هتطبق. هو بيقول لك ما بيفرضش ضريبه على ضريبه الثروه وضريبه الاغنياء. ما هو بص فين الضرايب التصاعديه المنصوصه؟ الضريبه التصاعديه هتطبق يا فندم. قول لي حضرتك تصاعد الضريبه يا فندم هيوصل يا فندم، تصاعد الضريبه هيوصل 35% على دخل الافراد. انا بقول لحضرتك الضرايب على من يزيد دخله عن مليون جنيه. هو دكتور فخري يا سيادتك يقول انها تطبق. تصعيد الضريبه ده في البرنامج موجود. عاوز ايه تاني؟ انهي برنامج؟ انهي برنامج؟ البرنامج اللي سيادتك وافقت عليه. الله، اللي مين اللي وافق عليه؟ اللي انت البرلمان وافق عليه يا فندم. بص حضرتك انت دلوقتي بتتكلم عن القرض، عن القرض بتاع. انا ما بتكلمش، انا بتكلم على البرنامج الاصلاح الاقتصادي. انا ما بتكلمش على القرض قولا واحدا يا فندم. انا بتكلم على يا فندم، انا بتكلم على الاقراض، بتكلم على البرنامج ده حتمي تموله بقى بعيد عن الصندوق او بالصندوق، ده حاجه نختلف فيها. لكن البرنامج لازم تعالج الاقتصاد ببرنامج اصلاح اقتصادي واجتماعي، ودي العناصر بتاعته. تموله منين؟ مفيش برنامج هينجح بدون تمويل. تموله بقى، انا بقول مثلا نفترض انه الصندوق هيدي 12 من 30 مليار وهنجيب 9 من مصادر اخرى و9 من الاستثمار، ده المتاح اللي احنا بنقوله. سيادتك بقى شايف انه بعيد عن الصندوق؟ نختلف فيها، مفيش حاجه دي نختلف. هات لي 30 مليار خلال 3 سنين اللي جايين، قول لي بقى نجيبهم منين سيادتك؟ البرنامج هيتطبق. يتطبق ده الاقتصاد عايز برنامج صح اقتصادي واجتماعي. طب عاوزين نموله، هات لي بقى 30 مليار بتوع نموله منين؟ الفجوه التمويليه، مول لي الفجوه التمويليه 30 مليار على 3 سنين. هات لي بقى التمويل يا فندم، اقترح تمويل نختلف فيها. نموله منين يا سياده النائب؟ بيقول لدكتور فخري التقشف اللي احنا النهارده بنطالب بيه المواطن البسيط واللي انا عاوز 30 مليار الدوله كان بياكل عيش وجبنه، ما احناش شايفينه في انفاق الحكومات والوزارات، وما احناش شايفينه في قطاعات خاسره اخرها قطاع الكهرباء اللي بيوزع ارباح، بيوزع ارباح على المسؤولين الكبار تفوق ال 2 مليار جنيه. هنحارب الفساد يا فندم، بنحارب الفساد دلوقتي المفروض. انا عايز اقول زي الارهاب ما بنحاربه هنحارب الفساد. انا مش قادر اسمع. بص حضرتك، انا اولا انا عندي مشكله في الشبكه، ما اعرفش اذا كان يعني ده واصل عندكم ولا لا، وارجو ان حضرتك تتخيل ان انا على التليفون وانت بتسالني علشان اجاوب وبعدين ما بتسمعنيش. انا سامعك. انت حضرتك شايف ان ده برنامج اصلاح اقتصادي، وانا محترم وجهه نظرك من الخلفيه الاقتصاديه اللي انت بتمثلها. عظيم.
انا شايف ان ده برنامج افساد اقتصادي ممنهج، وده انطلاقا من الخلفيه الاقتصاديه اللي انا بمثلها. الخلفيه الاشتراكيه عندي بدائل، انا اقول لحضرتك على البدائل، مفيش مشكله خالص. لا انا عايز حضرتك يا سياده النائب تجاوب بس على السؤال. البرنامج بتاع الحكومه سياده النائب، انا عايزك تجاوب على السؤال. البرلمان كان فيه سياده النائب، برنامج الحكومه اللي عرض على البرلمان كان فيه سياده النائب، عايزك تجاوب على سؤال قاله الدكتور فخري. الدكتور فخري بيقول لك مش مهم قرض الصندوق 30 مليار، التمويل ده نجيبه منين؟ 30 مليار دولار. دولار. خلينا ناخد منين التمويل خلينا بس؟ خلينا ناخد الامور عشان ما نخشش في مغالطات منطقيه، احنا بنقول ده برنامج الحكومه. هل برنامج الحكومه كان فيه قرض من صندوق النقد الدولي؟ يا فندم ده برنامج الحكومه ماشي. الحكومه لما مجلس لما جت لمجلس النواب. لا برنامج الحكومه الاصلاحي في فجوه تمويليه، بيقول في فجوه تمويليه. في فجوه تمويليه 30 مليار. هتمول ازاي؟ هتنفذ برنامج بدون تمويل؟ الفجوه التمويليه يا دكتور، هات لي انا عايز تدبر لي 30 مليار على 3 سنين، قول لي بالظبط نعمل ايه بعيدا عن الصندوق اللي بنتكلم عنه ده. لعن الله الصندوق. ممكن حضرتك سالتني تسمعني؟ ممكن حضرتك تسمعني؟ انا ما اعرفش الصندوق ده، ما اعرفش الصندوق ده راح. انا سامع سيادتك يا فندم. اتفضل يا سياده النائب اتفضل. ونجح فيها. اتفضل يا فندم. تسالني انا اجاوبك. انا باختصار شديد، اذان صاغيه والله، اذان صاغيه. وضعت تحت ايديها قروض ومنح في الشهور الماضيه اكثر من اللي هتجيبه من الصندوق. ممكن نسالها عملت بيها ايه ولا ده سؤال حرام؟ ده سؤال جيد جدا. تمام. من حقنا ولا مش من حقنا ده؟ تمام. هؤلاء تمام. الفاشلين، هؤلاء الفاشلين اللي حصلوا على قروض ومنح اهدروها، والان بيطالبوا بانهم يقترضوا غيرها بشروط اقتصاديه واجتماعيه مجحفه هيدفع ثمنها الشعب المصري. مش من حقنا ان احنا نقول لهم استنوا اقفوا، انتوا بتعملوا ايه؟ طيب ده كلام سياده النائب. انا بشكرك، انا بشكرك. هو انت فعلا انت يمكن الدكتوره بسنت حلتها حل رائع جدا، انه هذا انه النموذج التقشف اللي الصوره بتعبر عنه محتاجينها في كل الشعب المصري من الاول للاخر. نائب احمد طنطاوي بشكرك شكرا جزيلا، بس عشان الوقت دكتور مسألت هذا الخلاف التقشف. عاوز 30 مليار، هات لي 30 مليار. انا تقشفت، طب هات لي الباقي يعني. اخر حاجه، هل بتعتقدي انه ده القرض ده هيمر في البرلمان مرور عادي ولا حسب عدد الناس اللي هتوافق؟ انت رايك هتوافقي بال؟ لا انا موافقه طبعا، لان انا ست بتاع تمويل وشايفه زي ما بيتفضل الدكتور. انا عايزه 30 مليار دولار، ده مش هزار على فكره. ده مش رقم هزار. بعدين انا كنت بتناقش مع الدكتور قبل ما ادخل على نقطه برضو كانت مضايقاني قوي، وهو قاعد يقول لي ده طبيعي ده طبيعي. اه طبيعي خالص. إن الصندوق بيقولك أنا مش هدفع أي حاجة قبل ما أنتوا تدبروا 6 مليار بمعرفتكم. نوضح النقطة دي. يعني الأربعة مليار من فضلك. يعني الأربعة مليار لازم إحنا نوفر 6 مشروط تجيب أنت الأول 6 وبعدين أنا. مش مشروط. لا مشروط. طيب نقول الكلام ده عشان بس شوف صحتها تبقى صندوق النقد الدولي. بس فاضل دقيقة. طيب صندوق النقد مش مؤسسة خيرية نمرة واحد. عاوزين نقول إنه 30 مليار دول محتاجينهم عشان الفجوة التمويلية، عشان البرنامج ينجح يعني إن شاء الله. 12 جاي من الصندوق، 18 جاي منين؟ من احنا اللي بعيدا عن الصندوق خلاص. احنا اللي ندبر 18 دول، كل دول على 3 سنين. بس 18 قروض 13. لا ما في 18 9 قروض سندات والافريقي. ايوه 9 منهم قروض، ما 21 قروض و9 استثمارات. المهم اللي الصندوق يديك 12 باقي 30 18 على 3 سنين، يبقى السنه الواحده بكام؟ 6 مليار. الصندوق بيقول انا هل مصر هتقدر تدبر ده؟ هتقدر. هتقدر وتقدر. تقدر يا فندم. هل حضرتك بس تتكلم على الجزء اللي انا قلته هنا؟ الصندوق مش هيدفع لك حاجه الا ما يضمن. وطلع هنا في مصر وقال ان احنا بندي اتفاق مبدئي ليه؟ علشان كل اللي واقفين، البنك الدولي مستني والدول الخليج مستنيه وكل ده موافقه الصندوق. الصندوق ادانا موافقتنا، عمل اللي عليه. لا ما توافقش لسه. موافقة مبدئية. يا فندي ما هو ده الإشارة الأولانية. أوكي. هل هنقدر الاقتصاد المصري بعد تعويض هذه الفجوة التمويلية بعدها تتوقف القروض ويبتدي حالة استقرار اقتصادي؟ بالظبط. هل أنت عندك ده الأمل ده؟ عندي أمل في إذا دخلت لسه. ده يتوقف على قدرة الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج بنجاح. وعلى جذب الاستثمار. جذب الاستثمار. بشكرك شكرا يعني جزيلا دكتور. ده موضوع مش بسيط. بشكرك دكتور فخري الفقي شكرا جزيلا. بشكر أيضا سيادة النائب أحمد طنطاوي على مداخلته شكرا جزيلا. هي ظروف صعبة فيها آراء مختلفة ومتعددة. المهم في هذه الآراء إن احنا نصل إلى نتيجة.
اول حاجه في النتيجه ان احنا ما نسيسش القضايا الفنيه. احنا بنتكلم اقتصاد، عايزين نتكلم اقتصاد. اذا حد بيقول لا مش هنمشي في الطريق ده يلاقي للبلد بديل، لان احنا لو فضلنا غرقانين في اختلافات من غير ما نحل الفجوه التمويليه هتزيد، والوضع الاقتصادي هيبقى اكثر تعقيدا. يمكن عشان كده السيد الرئيس واضح انه يعني وضع خطته بالتحديد واتكلم عن قرارات صعبه. ربنا ان شاء الله يسلم على مصر، وان شاء الله تقدر تعدي الفتره العصيبه دي. احنا يمكن كنا مرينا بظروف اقتصاديه اصعب كمان في فتره من فترات حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ولما الاستثمارات انتعشت والبلد قامت وبتاع الثوره قامت والحياه رجعنا لنقطه الصفر. معلش ربنا يعديها ونقدر نعدي وما تقومش حاجه تانية ترجعنا لنقطه الصفر او تحت الصفر. اتفضلي يا فندم. عايز ابتدي بالكلمه اللي ابتدى بيها جار بس لما قال اقتصاد مصر اقتصاد قوي ومتنوع. انت عندك فرص هائله. مظبوط. بس هنقعد العمر كله استهلاك ولا انتاج؟ استهلاك ولا انتاج. فتعليقا على نقطه الصفر، انت مريت بثورتين زلزالين كبار كويس يعني. احنا واقفين كده. اهم حاجه يا جماعه نصبر مع بعض ومفيش حد يجي يضحك علينا، رجعنا لنقطه الصفر وتحت الصفر. بكره ان شاء الله هيكون عندي وزيره الهجره الدكتوره نبيله مكرم، لانه في ناس كثيره جدا شكاوى جايه من بعض بلدان الخليج، شكاوى جايه من مصريين موجودين بره، في كلام حوالين المشكله بتاعت بصمه الحج، في مشاكل حوالين مشاكل عالقه للمصريين المهاجرين او اللي عايشين بره مع وزارات ثانيه. ان شاء الله هنناقش كل المشاكل دي بكره، وان شاء الله برضو في ناس عماله بتبعتت لي رسائل علشان عدد من الشكاوى خاصه في بلدان الخليج فيما يتعلق بعلاقتهم بالسفارات وبالقنصليات. ان شاء الله بكره باذن الله حلقه مع وزيره الهجره. استناكم.